سيدة السادة أعضاء المجلس الوطني، إننا ماضون بكل مسؤولية وعزم في استكمال مسيرة النماء والتقدم بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله. ذلك أننا ولله الحمد خلال السنتين الماضيتين بفضل التوجيهات الملكية السامية وعلى الرغم من كل الصعوبات والإكراهات من تحقيق تحولات نوعية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية بفضل التنزيل الحكيم والمحكم للإصلاحات الهيكلية التي جرى إطلاقها في إطار ورش الدولة الاجتماعية التي يعتبر جلالة الملك مهندسها الأول. وفي هذا السياق شكل إطلاق الحكومة للبرنامج الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر لحظة تاريخية في مسار بناء الدولة المغربية الحديثة. إنه إنجاز ثوري تسعى من خلاله المملكة إلى تحقيق الكرامة العدالة الاجتماعية لكل المغاربة وحماية الأسرة المغربية من تقلبات الحياة. واليوم مع البداية ديال الشهر، أول مرة في تاريخ بلادنا من بعد الظرفية ديال كوفيد، 2,600,000 ديال الأسرات توصلت بين 500 درهم و 1200 درهم. وانتم في الأقاليم، في الأقاليم ديالكم لا شك أنكم لبستوا هذا الشيء، والمواطنين بالفعل لمسوا أن هذه الحكومة فكرت فيهم وفكرت في وليداتهم، وديك الأسر اللي محتاجة حست أن الدولة كذلك كاينة وواقفة معهم، وبلي هذه الحكومة عند الكلمة ديالها. وأنا شخصيا حريصت باش يكون السجل الاجتماعي وقانون وتطبيق ديال القانون ديالو هو الآلية الوحيدة لضمان الاستفادة من كل البرامج الاجتماعية.